أمامكم أيمن النصري باش يعطي انطلاقة المباراة اتحاد بن قردين مستقبل سليمان. طقس أيضا اليوم هذه ضربة البداية كرة للاتحاد الرياضي ببن قردين. فما الفرصة والحرس، فرصة أولى للاتحاد الرياضي ببن قردين قصيرة ويوزع داخل المنطقة والدفاع بالرأس ترجع من جديد الحبيس يخليها تخرج الكرة يخلي لها العمري وبالدفاع بالرأس الدفاع بعد الكرة مازالت خطيرة ودخل المنطقة والدفاع من جديد تجاوز خط منتصف الميدان أيوب ممتاز للتوغطوش للحباسي يدخل المنطقة لمسة واحدة والدفاع باش تتنفذ ضربة الزاوية تعاد تنفيذ ضربة الزاوية إلا بعد إشارة الحكم تتنفذ الآن أسامة الهيشري أسامة الهيشري كورته طويلة في اتجاه فونينغروش في الرواق الايسر ولا الدفاع حكيم يقول هناك خطا ومخالفه يحتاج فونينغروش ترجع لمستقبل سليمان مستقبل سليمان يحط الكره على اليمين من خليل قنيش خليل قنيش يوزع داخل المنطقه الهدف الاول الهدف الاول لصالح مستقبل سليمان ممتاز جدا الهدف مباغت كان الحقيقه هدف من روش فونينغ في الرواق الايمن يوزع وكورته يعني أمام تقريبا زاوية كانت مفتوحة للاعب أعتقد أنه خلينا نثبته من رقم القميص اللاعب افتتاح النتيجة إذن في ملعب 7 مارس ببن قردين بين اتحاد بن قردين ومستقبل سليمان قلت أعتقد أنه أسامة الهيشري هاو الإعادة أمامكم هذا فونين قروش يوزع ومباشرة بلمسة واحدة حط الكرة في الشباك هذه خطأ ومخالفة لصالح محمد تخرج الكرة 6 أمتار أو ضربة زاوية الحكيم يقول ضربة زاوية تنتفض بسرعة تمشي بالحباس يدخل والحارس محمد أمين المسكيني لغازي عبد الرزاق في الرواق الأيمن وتوزع والحباس رأسيته طويلة لغازي عبد الرزاق غازي عبد الرزاق داخل باش يوزع يوزع والحارس سال تعادل ام لا ماذا يقول الحكم هدف ام لا الحكم ماذا يقول اعتقد انه هدف التعادل هدف التعادل وانتظر الاعاده على كل حال كل الكره هل غادرت الخط النهائي ام لا على كل حال هناك ورقه صفراء يوجهها لوسيم القروي أيمن النصري يرفع الورقة الصفراء الأولى والإنذار الأول هل تجاوزت الكرة الخطأ الإعادة أمامكم كرة كانت في الرواق الأيسر للاتحاد الرياضي ببن قردين يمشي غازي عبد الرزاق أو أمامكم وزع غازي عبد الرزاق وبالرأس يقول الحكم خطأ ومخالفة مخالفة لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين ينبه هذه المرة أيمن النصري أمامكم يعني ما يحبش ينبه على أيوب التليلي لتهدية الخواطر أكيد جدا ما يحبش أكثر التشنجات في هذه المباراة بعد ما أنظر الحارس وسيم القروي بشير الغرياني لاعب الاتحاد الرياضي بالقدان يمهد التسديد يسدد عالي قبل ذلك هناك خطأ هذه المخالفة لصالح الاتحاد الرياضي يوسف المسراتي والحارس كرة بجديد الاتحاد الرياضي بقردان توزيع والدفاع ترجع من جديد للتليلي التليلي أرضية كورته دخل المنطقة والدفاع الدفاع يدخل ويحط الكرة في لما يقول الحكم 6 أمتار أم ركنية 6 أمتار ماذا يقول الحكم في 41 دقيقة الحكم أيمن النصري يعلن عن ضربة جزاء لصالح الاتحاد الرياضي ببن قردين أيوب بشارك يستعد للتنفيذ يتقدم أيوب ويسجل على الهدف الثاني لصالح الاتحاد إذن أيوب بشارك يمضي ويدون الهدف الثاني لأبناء ربزي جرمود في الدقيقة 42 من هذا الشوط الثاني معلن التقدم إلى حد الآن تقدم حيني ووقتي لأبناء الدار على حساب مستقبل سليمان بهدفين مقابل هدف إعادة أمامكم تنفيذ ضربة جزاء أيوب مشارك يتقدم مشالها الكرة وسيم القروي كاد أن يلتقط الكرة وسيم القروي لكن كرة أيوب مشارك كانت قوية ويعلن الهدف الثاني والتقدم الحيني والآني للاتحاد الرياضي ببن قردين أمام مستقبل سليمان
اللي باش ينفذ هذه الكرة الثابتة ينفذها في اتجاه قبل متغادر الكرة والدفاع خطيرة والدفاع يتدخل. تقدم الاتحاد هدفين مقابل هدف إلى حد الآن. نلعب في الوقت البديل من هذا الشوط الأول. سيف الدين الشرفي أمامكم ينفذ الكرة طويلة وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكم نهاية الشوط الأول باتحاد بن قردان ومستقبل سليمان بتقدم اتحاد بن قردان هدفين مقابل هدف. التقدم لصالح الاتحاد الرياضي بن قردان بهدفين مقابل هدف. مستقبل سليمان كان افتتح النتيجة في الدقيقة 19 من محمد ريان الحموري. انطلاقة الآن الفترة الثانية كورتو طويلة مهاجم مستقبل سليمان مع ماريانو سدد جانبية قوية كانت التسديدة الأخيرة في العمق بالرأس من الدفاع مرة أولى ومرة ثانية الرواق الأيمن أمام كريم العوض يعمر ممتازة أولى وثانية وداخل منطقة 18 متر تسديدة جانبية توصل الكرة ترجع من جديد لمستقبل سليمان تسدد جانبية من محمد تتفذ في دين الحارس سيف الدين الشرفي. هذه كرة الاتحاد الرياضي بن قردان تخرج الكرة واللي بسرعة سريعة جدا الغريالي داخل منطقة 18 متر جانبية تتنفذ والحارس مرة أولى ومرة ثانية الدفاع يدخل بعد الكرة خطيرة الفرصة لمستقبل سليمان خطيرة ولمس يد الحكيم يقول هناك مخالفة ولينفذ هذه المخالفة الطويلة داخل منطقة 18 متر والغرياني والحارس زالت الكرة والحارس في بعد الكرة في مرة أولى والدفاع يتدخل ويخرج الكرة من منطقة المستقبل سليمان ولكن تعود الكرة من جديد لمستقبل سليمان يعمل توغل في الرواق الأيمن وتصل الكرة للحارس وكرة الغرياني لمسة واحدة خطيرة مازالت الكرة الغرياني تباطى لكن قبل ذلك هناك رأي وهناك تسلل في المناطق الخلفية ينفذ كأنه عزيز بن محمد رأسيته تمشي 6 أمتار ولا ترجع من جديد في الرواق الأيسر خليل قنيش يوزعه في دين الحارس في الدين الشرفي ينتظر الظافرة النهائية أكيد جدا الاتحاد الرياضي بن قردان وفي هذه الآونة بالضبط يعلن الحكيم أيمن النصري على نهاية مباراة اتحاد بن قردان ومستقبل سليمان بتقدم اتحاد بن قردان هدفين مقابل هدف.